أهلا بكم. البداية مع العناوين. بري لبنان ليس مفلسا لكنه يعاني من كورونا سياسية. الموت يغيب الفنان سامي كلارك. الميجا سنتر في الانتخابات المقبلة، الذرائع تنفيها الوقائع. الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb. في السياسة، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في حوار مع صحيفة الأهرام المصرية أن هناك انتخابات نيابية في أيار المقبل، ثم انتخابات رئاسية بعدها في تشرين الأول من هذا العام، وبالتالي لابد أن يكون هناك تغيير في المنهجية. وردا على سؤال حول إمكانية تأجيل الانتخابات، أجاب بري: كلا، لا يستطيع أحد أن يمنع إجراء الانتخابات، فحتى الآن كل تشعبات الشجرة اللبنانية لم أجد غصنا واحدا فيها يوحي بلا، ومعلوماتي من الرؤساء والوزراء والسفراء الذين يزورونني من كل أنحاء العالم كلهم بإجماع مع إجراء الانتخابات في موعدها. وأشار رئيس المجلس النيابي إلى أن على الحكومة اللبنانية أن تكون قد أكملت مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وتتحسن الأحوال كما حدث في مصر واليونان والأرجنتين، فكل من هذه الدول مرت بهذه الفترة، وحتى الآن المفاوضات بين الحكومة والصندوق ناجحة جدا. في الشأن الانتخابي، هل ممكن فصل البطاقة الممغنطة عن الميجا سنتر؟ تشكيل مراكز الميجا سنتر والبطاقة الممغنطة ممكن يكون سبب لتأجيل الانتخابات، مع العلم أنه كان من المفروض يتم تجاوزهم مسبقا، لكنهم لطالما صادفوا عوائق من قبل القوى السياسية الرافضة للإصلاح واللي أهملتها عن قصد من سنوات. مشروع الميجا سنتر بيسمح للمقترعين انهم ينتخبوا من اماكن سكنهم، يعني اذا مواطن ساكن ببيروت ولازم ينتخب بدائره بعلبك الهرمل مثلا، بطل من الضروري العوده لضيعته للادلاء بصوته. هالامر رح يوفر على الناخب كلفه النقل، ورح يعطيه مساحه وحريه اكبر للانتخاب بعيدا عن الضغوطات السياسيه والماليه اللي ممكن يتعرض لها. بالإضافة لهالموضوع، مشروع الميجا سنتر رح يعزز المشاركة بالانتخابات النيابية، حيث أنه رح يسمح لأكثر من 500,000 لبناني من التصويت من مكان سكنه، مما رح ينعكس على تمثيل صحيح أكثر بالبرلمان. البعض بيربط إلزامية تفعيل البطاقة الممغنطة مع الميجا سنتر، ولكن البعض الآخر بيشوف أنه ممكن الاستغناء عنها عبر التسجيل بالميجا سنتر والشطب عن لوائح القرى والبلدات. مش ضروري يكون في بطاقة ممغنطة، الواحد بيروح بيتسجل بميجا سنتر، بيشطبوا من مركز التسجيل تبعه من القلم يلي هو فيه، وبيروح هيدا التسجيل على الميجا سنتر وبيفوت بيصوت بهالميجا سنتر بالتحديد. ليش المغتربين كيف بيقدروا يقترعوا بالخارج في بطاقة ممغنطة؟ بيشطبون من هون وبيسجلون بهالسفارة بهالمطرح بهالصندوق الاقتراع بده يقترع وخلصت القصة. البطاقة الممغنطة منا حاجة أساسية للاقتراع بالميجا سنترز. أهمية البطاقة الممغنطة هي إنها بتمنع أي شخص بيحمل أكثر من بطاقة هوية واحدة إنه ينتخب عدة مرات مثل ما صار بالسنوات السابقة. المادة 84 من قانون الانتخابات بتنص على اعتماد البطاقة الممغنطة بالعملية الانتخابية المقبلة، ولكن هل منملك الوقت والإمكانيات الكافية لتفعيلها قبل موعد الانتخابات المحدد ب 15 أيار؟ ما بنقدر لوجستيا نعمل بطاقة ممغنطة، لأنه أولاً هيدي بتحتاج لتكلفة مالية هائلة، يعني عم نحكي فوق المليون مليونين دولار، وكلنا منعرف الوضع البلد المالي والاقتصادي وقديش نحن بحاجة لكل قرش حتى نقدر نعمل الانتخابات بوقتها. وكمان في عنا بحدود 6 أشهر 7 أشهر حتى تقدر تطبق البطاقة الممغنطة. كمان حابب ضوي على شغلة تانية اللي هي الانفراستركتور، البنى التحتية بلبنان منا مهيئة حتى نكون عم نستخدم البطاقة الممغنطة نهار الانتخابات. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب من وزير الداخلية القاضي غسان المولوي إعداد دراسة ليتبين إذا كان إنجاز البطاقة الممغنطة ممكن قبل موعد الانتخابات، لكن
حتى لو ممكن الاستغناء عن البطاقة المماغنطة، ربط الميجا سنتر بالتسجيل المسبق للناخبين رح يكون صعب لوجستيا وممكن يدفع إلى تخطي المهل الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات. فهل رح يتم تجاوز القانون مثل ما صار بال 2018 أو بتصير الانتخابات بموعدها دون الالتزام بالإصلاحات الضرورية للتمثيل الصحيح بقانون الانتخابات اللي بيتمثل بالميجا سنتر؟ عقدت جمعية USPEAK مؤتمرها عبر تطبيق زوم لبرنامج تعليم المرأة ريادة الأعمال، والذي يهدف إلى عرض أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة وحمايتها على مختلف المستويات. السفيرة الأمريكية افتتحت النقاش ودعت النساء على تحقيق المزيد من القوة على الصعيد الاقتصادي في مواجهة التحديات التي يواجهها لبنان. كما كانت كلمة لرئيسة الجمعية سيدة روان ياغي، شددت في خلالها على تمكين المرأة اقتصاديا لمساعدتها على أن تكون حرة ومستقلة في إدارة شؤونها وقادرة على إثبات نفسها وممارسة حقوقها المدنية والسياسية. أدارت جلسة النقاش الدكتورة الزميلة باسكال شميلي. مع هذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر إنستغرام، فيسبوك وتويتر. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.